بكل روح رياضية. هذه ليست روح رياضية، هذا استفزاز، هذا تعدي، ولكن هذه يعني تصرفات وسلوكات غير مطلوبة. أتمنى أن تنتهي المباراة بروح رياضية كما تعهد القائدين على ذلك، بسلام بسلام تنتهي المباراة بين المنتخبين. يتدخل العقلاء طبعا، جبور هو المستهدف الآن، واضح محاولة الاعتداء على جبور، محاولة الاعتداء على بعض اللاعبين الجزائريين. محمد سعد القائد الليبي كان تعهد، ولكن ليس هذا هو المطلوب، هذه تصرفات لا تليق وغير مطلوبة. تنتهي المباراة إذن بفوز المنتخب الجزائري 1-0 لا شيء، يؤكد المنتخب الجزائري التفوق اليوم. أيضا يفوز بهدف مقابل لا شيء، يؤكد أنه الأحسن والأقوى والأفضل على المنتخب الليبي في انتظار مباراة العودة بالجزائر في 12 من شهر أكتوبر. شكرا لكم على المتابعة والاهتمام، نلتقي بألف خير إن شاء الله. إليك الخط نور الدين.